مبروك. التوزيع الكره الثانيه سدد سلحي وجول ياسين السلحي. ياسين السلحي التوغل من حسام بن حاج مبروك. اعاده كره من بوتان والسلحي دون ترويج يتسدى من راولا كيديابا وبخطا رهيب من الحارس الكونغولي يتسبب في قبول فريقه لهدف الاسبقية للوزارتي في 87 دقيقة من المباراة. 1-0 يمسك الكرة يتسدى وفي رجله اليسرى يلعب الكرة داخل المرمى متابعة كيديابا. سيابي في الهجوم ياسين السالحي يتوغل من الجهة اليمنى يتجاوز مدافع المستقبل خليل سيسي. فرصة الهدف الثاني تضيع على بناء المدرب أراد كودوستانيتش. الهجوم حسين الحربي يعمل الأسيست ياسين السالحي يتمكن مضاعفة النتيجة. التوقيت 16 دقيقة لعب. رد عليها ياسين السالحي بعد هالترويج وكورته فوق العارضة. بعد غياب طويل من 24 عام اخر مونديال شارك فيه الاشقاء كان في مكسيكو 86 كمدرب مساعد بعيد المدربين ثم رجع كأساسي كمشرف أول على حظوظ الترجي. المرور وما زالت العملية وتلاعب بالدفاع وممتاز بشريفية محاولة الأخيرة شادوا العملية سلسلة المراوغات بلال السعيداني وصعوبة كبيرة بكل أمانة في قيم المصفى محاولة الانفراد والكرة على القهم ما عملتش عملية خطيرة ومباراة ممتازة ومفتوحة كرة بكرة وشاهدوا العملية الكرة على القهم الثاني. ياسين الصالحي كان بإمكانه زيارة كمال الزعيم تمشي للسعيداني. السعيداني يلعب في الرياق وما فيش تسلل كرة لياسين الصالحي. ياسين الصالحي كجناح أيمن. ياسين الصالحي يمشي للمدافع ويحاول يصوب والرأس كرة القدم على طبعا ايقاع السامبا البرازيلية. الكرة مرفوعة والرأسية لا تتوصل العملية ضربة مرمى لصالح الترجي نور حضرية ادم رجابي وسيمانك شك الالتزامات مع المنتخب في الالعاب المتوسطية في تركيا. حمزة المثلوثي والزديري وكذلك في قابل الواتي الوقت الفاضل امامية ملعوبة عند علي المشاني ونور حضرية انما ياخد فاول احمد حران دي الوقت محتسب بدل ضائع في اعتقاد الحكم مش هيدي يعني اكثر من ثلاث مرتده تخلص لك اللقاء انما يرد تاني فريق البنزرتي من الجبهه الشمال الانطلاقه عند البديل واحد من اللعيبه اللي اجادوا النهارده حران على مستوى التكتيك لفريق بنزرتي جبهه الشمال يفع. احمد محمود زويق كان في موقع تسلل في اللقطه الاخيره ولي مخرج احمد الحران يبحث على شكون على الجهه اليمنى. طيب العمليه تتواصل اتجاه شكون الكرة كانت اتجاه ياسين الصالحي يحاول المرور بوغة ثانية تنجح ياسين الصالحي خطيرة وغريبة ضاعت فرصة المباراة. كرة كبيرة وياسين الصالحي في الحقيقة عمل الصعيب حط كرة في طبق أمام الزوي وصل لعب الهجوم كرة تدور بكمال الزعيم محمد سلامة ياسين الصالحي التوزيع وهدف واضح يضيء على تخطيط الجزيرة على الخط النهائي للمرمى. رغم الفرصة الكبيرة اللي أثرها الصالحي بعد تواغل ممتاز من حمزة المثلوث في هجوم ياسين الصالحي يتواغل من الجهة اليسار توزيعته كانت أعلى من الجزائري زياد. وهجوم معاكس يقوده حسان الحرباوي يمر الكرة في طبق للاعب ياسين الصالحي اللي يسجل الهدف الثالث. تدخل مهدي رصيصي يحط الكرة في التماس تنفذ التماس بسرعة
مرفوعة ويمكن الهدف الثاني والهدف الثاني. هدف تعادل لنادي البنزرتي. احمد اسود 2-2 2-2. هل يعاد ام بي كي يلعب التماس ثم ياسين الصالح اللي خدم مكانه في الشوط الثاني الى احمد الزوي طليق يعادل لصالح نادي البنزرتي 2-2. مباراة مشوقة مشوقة جدا من جانب النادي البنزرتي وايضا من جانب النادي الافريقي. بكل حال ينطلق من لاعب الحربيوي يلعب 1-2 مع ياسين الصالحي والحربيوي يمضي هدف التعادل فريقه وثالث هدف لي هذا الموسم. والبنزرتي كذلك على حارس الإمام حارس السبعينات علمية حارس الثمانينات بالبرشادة أحمد برشادة حارس التسعينات ولا ننسى كيف راح النادي البنزرتي تفتكر البنزرتي عائل مهدلي يلعب في العمق يلعب في العمق باتجاه ياسين الصالحي ياسين الصالحي جاهزية بدنية ياسين الصالحي ياسين الصالحي ثبت الدفاع يثبت الدفاع ويربح الركنية كرة للبنزرتي في مناطق الإسماعيلية كرة للبنزرتي في مناطق الإسماعيلية تمشي بشكل جيد ياسين الصالحي فاروق المصفى في اتجاه كاريكازي حاول يحذر ياسين الصالحي اللي بيدوره يضغط على أحمد عبد العزيز وممتاز ارتكاك الكرة للبنزرتي المخرج يعطينا إقدام وأرجل لاعبين وما يعطينا يدو في العملية مضوحين لصالح النادي البنزرتي بعد محاولة هجومية النادي البنزرتي الحران من اليسار يوزع والصالح على مستوى القائم الثاني متمركز وبارتماع رأسية يثلث النتيجة يصوب بقوة الحارس بلال السويسي رجع الكرة امام حسن الحرباوي بدون رقابه والبقيه هدف تسجيل للفارق اللي عرف يستغل الكره الثانيه واللي مثلت نقطه ضعف في دفاع النجم المتوي يتمكن من التعديل في الدقيقه 82 الكره ترجع في المحور وياسين الصالحي يغلط بلال السويسي اثنين مقابل اثنين الكرة توصف البنزرتية اللي ما يكونوش بعض بقيادة أبرز لاعب فوق الميدان آدم رجيب الحكم محمد الحسنة يعطي الأولوية ياسين الصالحي يمرر لأجينالدو وفرصة الهدف الثاني صبيع الأنجول حاليا بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول الكرة إلى ياسين الصالحي أحمد الحران بموت سعد اللاعب القنبي اللاعب القنبي كان في وضعية مناسبة للتسجيل والبنزرتين علي البشاني ياسين الصالحي محمد زاد سليم البحشبي ينظر نادي البنزرتين شوفوا ياسين الصالحي وسليم البحشبي انتهت المباراة على اتحاد سميتة دقائق قليلة قبل نهاية المباراة لكن يكفيه الشرف هذا الفريق وصوله لهذا الدور المتقدم ياسين الصالحي مهد تبقى كرة للبنزرتي والتصويبة والكرة عند الحارس تمشي لمابوت ساني ثم ياسين الصالحي ممتاز وراء الهدف الأول وقد يأتي بالرابع وكرة عالية كرة على البنزرتي ترجع في وسط الميدان لشكل البرقاوي يطلب كرة على اليمين ياسين الصالحي قريب منه ياسين الصالحي يواصل عملية وكرة الهدف الأول للمزرعة من كبير الزعيم يطلبها ياسين الصالحي يعمل ترويض يراوغ يدخل المنطقة يراوغ أكثر من لاعب يخترق الدفاع يمهد لزميله الغنبي محمود ساني على 6 أمتار يصوب ويهز شباك الحارس المتألق محمد سعيد الزنيدي الرجيمي لصاحب الهدف محمود ساني مهد الآن ثم بيع الكرة والحارس ويبقي على حدود فريقه في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بشكل برغيبي حلوة العملية يتواصل الهجوم ياسين الصالحي على يسار بتاع
وزع الكرة والتغطية من مهدي الصيد فرصة هدف ثاني وهدف ثاني عن طريق ياسين الصرعي في الدقيقة 90+3 دقيقة 90+3 ياسين الصرعي يستغل وضعيته بعد تشنج أعصاب الدرب المدرك أضع صوت ورق سلحة التسجيل. شوفوا الإعادة لعملية الهدف الثاني للنادي بنزرتي. ياسين الصرعي طريق وجه لوجه مع العرض الناشري يرفع فيه الكرة ويزيد الهدف الثاني لصالح النادي بنزرتي من مقابل لا شيء. أسبقية للنادي بنزرتي في هذا اللقاء قبل بعض الثواني من نهاية الدقيقة. حمزة المسعدي نزلت الكرة لأبناء منير راشد طويلة طويلة كرة في اتجاه ياسين الصالحي يعمل مراوغة داخل مناطق الترجي يسدد بقوة جدا بعد بداية الشوط الأول. هي إعادة تسديدة أخيرة من ياسين الصالحي إعادة من زاوية أخرى تسديدة ياسين الصالحي توزيع طويلة في اتجاه ياسين الصالحي بعد وائل الصمود حمزة المسعدي يلعب ما فماش تسلل خطيرة ياسين الصالحي خطيرة فرصة لصالح ترجي الجيش والتغطية مرة أولى ترجع للسيد كوريمي ورأسية حمزة المسعدي. شوفوا ترجي الجيش خطير في الهجومات المعاكسة. إيمانويل جوميز يلعب مع ياسين الصالحي خطيرة هدف ثاني لصالح ترجي النادي الجرجيسي عن طريق ياسين الصالحي هدف ثاني وبهتة جديدة لدفاع الترجي طريق ياسين الصالحي شاهد بالإعادة دقيقة 37 ياسين الصالحي يضيف هدف ثاني بينما كان الجميع ينتظر هدف ثاني للترجي بعد ضغط متواصل. مباراة في أكثر من مناسبة نرجو نحكيو على تفاصيل ضربة البداية للمباراة بعد أقل من دقيقتين يتوقف اللعب يتم منع فريق الصحفي من التصوير مع 69 ترجي جيس يقوم بأول تغيير صادق لوريمي كان سنين المقاسم بعد التغيير بثمانية دقائق تجي العملية هذه وندخل الهدف الأول لصالح ترجي جرجيس هيا جين هجوم يتواصل من طرف أبناء المدرب مصطفى مشارك وهالمرة ياسين الصالحي ينجح في استغلال بهتة الدفاع المنافس ويوقع على 3 أهداف فريقه نلعب في الدقيقة 51
عبد المبروك استنى ميتين ما ثمش يعني لسق كبير. كرة من جديد ربي بوشليبة يرفع كرة عالية مادي بدي فضل لكن تقطع الكرة طويلة بوشليبة طيب العملية بوشليبة يحاول يتعدى بوشليبة يحاول يتعدى يحاول يتعدى بزي محافظ على الكرة بتاعه يتصدم الكرة بالدفاع الآن ضربة جزاء أخرى للملعب الكبسي كرة طويلة من الجيد بوشليبة طيب العملية طيب العملية بزي الكرة بتاعه اي 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 برافو كبيرة من بايرن بوشليبة شوفوا عملنا طيب العملية هي اللي يستغل ثغرة في دفاع السي اس اس يدخل منطقة الجزاء ويصوب وكورتو على الشباك الجانبية غوميز جرب حظه هو الآخر ويبدل اتجاه الكرة للجهة اليمين ثم ياسين الصالحي ياسين الصالحي يعمل مراوغة ممتازة ياسين الصالحي الهجوم خطير للترجي هذا الجرجيسي محاولة التسديد باليسرى ترجع له الكرة مازالت خطيرة وممتاز الحارس فاروق بن مصطفى يخرج كرة إلى الجزاء حاول يسدد باليسرى ثم ترجع له الكرة على الجهة اليمين يسدد وكما قلت فاروق بن مصطفى يتألق يعني دقيقة 75 في المباراة مشاهدينا الكرام دائما التقدم لترجي جرجيس اللي قاعد يقدم ايمانويل غوميز لاعب عنده فنيات وسريع يعطي كرة ممتازة لياسين الصالحي داخل منطقة الجزاء ياسين الصالحي يتقدم بالكرة يوزع فارس عويدة شوفوا الإعادة التمريرة كانت ممتازة من ايمانويل غوميز والتوزيع ولكن ما فهم ايمانويل غوميز ايمانويل غوميز ياسين الصالحي ياسين الصالحي ياسين الصالحي لاعب خطير يعمل مراوغة بعلاء البوسليمي يسدد والرسالة كما قلت عبد السلام معمر تغيير الثالث والأخير والكرة عند ياسين الصالح ما خرجتش الكرة يكمل الهجوم ياسين الصالح لفعويدة يسدد الفريق يشكو من عديد الغيابات لابد باش نقولوها عبد القادر الوسليتي كذلك المالي كوليبالي الجزائري الشليحي اللي أصيب كذلك ثم الأحمر الأصفر بأكثر إصرار أكثر جرأة في الهجوم ياسين الصالحي يصنع الهجمة إرجاع خطأ للكرة حمزة المسعدي بصنعة كبيرة يفتتح النتيجة منذ الدقيقة الخامسة يتبخل داخل منطقة العمليات يصوب كورتو سالة بيدين الحارس الرباعي الكرة المختار فال ياسين الصالحي ياسين ياسين قدامه في الملعبية كرة والتسويبة بعيدة مختار فال سليم بالبلقيس لا تمش التسلل ياسين الصالحي تدخل عاطف تشيلي كرة أولى ثانية هجمة مرة أخرى فرصة هدف التعادل هدف جسم يتمكن من تعديل النتيجة كرة خدمت مليح معناتها كما يلزم الانتيسيباسيون معناتها الكرة الأولى ما كانتش كما يلزم كان الروتار ديفونسور خرج الروتار حطت كما يلزم عاطف عمل الانتيسيباسيون الأولى والثانية ديفونس ما كملش تبعت معناتها وفما هدف معناتها التعادل معناتها خاطر الناس كلها كانت زادة على الليني ميديان أبو بكر ديارا خاطئة منه أبو بكر ديارا سيمبل بالقاسم أو ياسين الصالحي ياخذ الكرة الصالحي الصالحي حب يعمل تمريرة معاه كما قلت كثرة الالتزامات والتوزيع جاك بيسون يخرج كرة ممتازة والهجوم مازال والتسديدة الأولى من ياسين الصالحي مازال تعدو الكرة والحارس ممتاز الحارس أيمن بلولي شوفوا العمل الكبير المجهود اللي قام به ياسين الصالحي والحارس في الاخير يتصدى لكرة ياسين الصالحي تخريج كرة ممتاز من جاك بيسون شوفوا المراوغة الأولى التسديدة ولكن إصرار ياسين الصالحي يعاود يعمل مراوغة والتسديدة الثانية يتصدى لها أيمن بلولي والتوزيع كلية التهديف والهدف الأول عن طريق ايمانويل غوميز ايمانويل غوميز يدلل الفارق شوفوا هدف ممتاز كذلك شوفوا التوسيعة والتسديدة قبل ما تهبط الكرة هامة في نهاية الأسبوع الترجي للنادي الصفاقسي والنجم الساحلي لنجم المسلوي دائما أيضا الجهة اليمنى
التركيز على بعدها في الدقيقة 50 الصالحي من اليسار يتجاوز زوج مدافعين يوزع والوريمي كورته عالية فوق المرمى.